السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة. موضوعنا اليوم إعدادية الروتور دي لينك 2730E والشابه له. ضبط الإعداديات للجهاز لأول مرة. أولا نكتب الأي بي في المتصفح 192.168.1.1. هنا في الأول أدمن، في الاسم أدمن، في الباس نكتب أيضا أدمن، ثم نضغط على هذه الإعداديات سيتاب ويزارد، ثم نضغط نيكست، ثم أيضا نترك هذه الإعداديات كما هي، نضغط نيكست، نترك أيضا هذه الإعداديات كما هي 0.35 هي التي تشتغل عندنا في المغرب. نكتب هنا اسم المستخدم، مثلا أنا سوف أكتب إلكترو المصطفى. فعلا هذا الاسم ليس اسم انترنت اللي عندي. هنا اكتب كلمة المرور، ثم اعيد كلمة المرور، ثم نيكست. هنا لضبط كلمة سر الوفي، هنا نكتب الاسم، اسم الذي نريده. هنا نكتب كلمة السر التي نريدها، ثم نيكست. في هذه الحالة إذا رغبنا في تغيير كلمة الدخول إلى الروتور نكتب الكلمة القديمة هي أدمين، ثم نكتب الجديدة، ثم نقوم بإعادة الكلمة السرية الجديدة، ثم نضغط على سكيب. هي بيانات إعدادة الروتور، ثم الضغط على الموافقة ليتم حفظ الإعداديات. الآن تم حفظ الإعداديات. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.